نادور سيتي إذن غيف كان يسد حما هذه التغطية في إطار العودة التدريجية تقمج سقان نادي النغ من أجل استئناف العمل المناسبة ثانية تاتيت نخصص نيني غي الزوء من سقاني الكليان إدغان غي تسن الزبناء المرتفقين أنه نادي كرة فيتنس من أجل ضمان العودة التدريجية يكسي إجل المهلة بعد بلاغ اليوسين الصادر عن وزارة الداخلية نكسيج المهلة يجل الأسبوع على أساس أنه أنهي العودية التدريجية دائما في إطار العودية التدريجية ثاني تاتيت وفيما يخص بتهيئ المرحلة ثاني تاتيت نجيج مجموعة الإجراءات الموصى بها من طرف السلطات المحلية بما فيها أولا نتبنى يجل عملية التواصل بنشر إعلانات بنشر مجموعة المنشورات الإعلانات التحسيسية مجموعة من القنوات من بينها نادور سيتي من بينها مواقع التواصل الاجتماعي على بجسقان خلاباج نغي جند فيسبوك ثم بعد ذلك عاوتاني التواصل الذي تتجن ألنتي داخل النادي عاوتاني عبر الإعلانات والمنشورات يسترسق ذلك تتغانق سواء داخليا أو خارج مجلس قان النادي ثم بعد ذلك عود تاني الإعلانات ينسك عبر تقنيات الإسميسي عبر تقنيات الواتساب عود تاني ما حديث يغانق دائما التفاعل بالنسبة للزبناء النقد سنن جميع المعلومات المستجدات ينتعيش الشين دي المرحلة ثانية تاتيت الحالات الطوارئ إذا ما حدا نضمن العودة التدريجية ثاني تاتيت نجيج مجموعة الإجراءات الموصى بها من طرف السلطات المحلية من الدرجة الأولى أنه نشي ثاني تاتيت كإدارة النادي جولد فيتنس نعقد إجل مجموعة الاجتماعات على المستوى الداخلي كافة المستخدمين على أساس أنه نحسيثن خل الإجراءات التدابير الوقائية حما أذكسين بعين الاعتبار أنه دائما الهلاشة قيدة دائما الجائحة قتجة إذن نكسي بعين الاعتبار مجموعة تدابير بما في ذلك استعمال الكمامة بما فيها احترام برسقان مسافات الأمان أو ما يسمى بالتباعد الاجتماعي ثم بعد ذلك عود تاني نوفر نشين داخل النادي ذاني تاتيت إجن جهاز الحرارة على أساس أنه أي زبون أي مرسقان أي مرتفق يصدغان غال كلوب ذاني تاتيت نكسي برسقان وزنس الحرارة النص نتسن على أساس لكوردوني الكليانة واني تاتيت بالإضافة إلى المسألة ذاني تاتيت نقياس برسقان الحرارة ينوفر المدخل النادي نوفر عود تاني مجموعة المعقمات المطهرات الكحولية على أساس أنه الإنسان خميني دغان غيتاز داني تتغى الكلوب ولا بدا إخصاص أذي عقم يفسن الناس ولا بد إخصاص يديري يقى مجسقان البافيت أو ما يسمى به الكمامة ثم بعد ذلك عود تاني يجي المجموعة العلامات اللي سينياليتيك المجموعة العلامات التشوير المنشورات نقيت من داخل الكلوب ذي سنتيج المجموعة مجسقان القواعد السلامة النظافة السلامة الصحية يخصص إذا تتحلى الزبون غير المرتفق إذا غيت سن ذني تاتيت غال كلوب دونك على الأساس أنه يخصوني ضايس نادي ترينا غان ذني تاتيت أدياس تسيرة أتيري القنت أدياس ذي قبل قان غاستيري إجن الفطن نس استعماليت غام جس قان من ذي الحصة نصنع الرياضة نشين ذني تاتيت من قعاو تاني نحاول ما أمكن قبل ما نعظم نهار قد نهار مزوار وعظم أنو فايج المسافة الأمان جا الماتيريال يعني نحاول الأميناجا إسباسي غانغي جان مرة على حسب التدابير جان موصى من طرف
السلطات المحليه دونك الشين من كذاني تاتي توغان غمي توغان غير حق زمان المسافه نسبع عز جال الماتيريال الماتيريال ميكرودوزيان على اساس نحتارم المساله يا العوده التدريجيه كي خصنا غنديما راه 50% حاليا انا حس تدريجيا بعد ما قال غادي المرحله الثانيه زي رفع الحجر الصحي زائد انه باني وغنغي تجيبوا الحق ان نسبعد نلقى مجلس قان علامات التشوير عاوتاني نتجا دائما المسافه ثاني تاتيت وفي نفس الاطار ولا بدا اخبار مجلس قان المنخرطين النغ عبر البوابه ثاني تاتيت الناظور سيتي انه نشين نكسيج البديره يعني باربي لي ميزورين نكسيو نشين داني تاتيت حمال كليان النغ ديال المثنين مطمئنين مادام الحدث هي ونتاتيت يوجد استثنائي يجن الظروف اللي هي استثنائيه الوغ نشتي كاجراء نقيت من اجل ارضاء الزبناء نغ ادغان يتسنغ المنخرط نغ مره مره اللي غاتجا العقود نسن الاشتراك كي نغ نتاتيت ساريه المفعول طبعا المده اللي التوقف انكا ابتداء زي 15 مارس الى يومنا هذا يعني لو 30 جوار 30 دي 6 مره المده يا ثاني تاتيت كنتعوض سنتف دي برسقان دي لابون مونسن على اساس انه لي كونترانسن مره تنقاسنت ان ريكتيفيكاسيون ان برولونجمون يعني تنقاسنت مره التعديل اخبارات ومشاريط سابقه ديال نادور سيتي برسقان دي لاباج فيسبوك ثاني تاتيت غنغي الملصقات داخل النادي ثم لابد يخصا نذكر برسقان حمادي نعاود ثاني الزبناء المطمئنين انه نشي نقبر ما نعزم نهار قبل نهار مزوارو نرسقان توغانا نجيج العمليه التعقيم كلي بالنسبه للنادي سواء نزيد داخل نغدي الخارج بما فيها المعدات ايغان غيجان نستعمل نشين ذي يا الرياضه ثم بعد ذلك غنغي النقطه اللي تعاود ثاني نتقيت انه قبل الرياضه وبعد الرياضه موفر عاود ثاني مطهرات معقمات انه الكليان يخسر انت هذه خارط هذه استعمال برسقان المعقمات ثاني تاتيت ذي الاخير من زما غادي نغ برسقان الزبناء ادغان غيتاسن نشي نكا المجهود واني تاتيت حما نضمن العوده التدريجيه انت تا كلشي الجميع ولي دغان غيتاسن داني تاتيت مره اظن خارطن حما نحترم ان نلتزم بالقواعد التدابير الصحيه ضمن النظافة حما ان شاء الله رب العالمين حما ان شاء الله خلينا نعرف عربي ان شاء الله البلايا ونتاتيت ومرحبا بالجميع.